السلام عليكم. إن ده اتفضل. إن ده جعوب. صاحب السؤال أمس مات اليوم، وكان بعد جواب الشيخ يبكي بحرقة، نطلب الدعاء له بالرحمة، اسمه نزار. إلهي رجعت بذل افتقاري، بخوفي بضعفي، رجعت أبو إليك بسري، وأنت العليم بكل السرار. أحث خطايا فرارا وخوفا، ومنك ولكن إليك فراري. أنا من عثرت مرارا بدربي، ومن لي سواك يقيل عثاري، ومن لي سواك يا غفير ذنبي، ويا قبال يا رب من اعتذاري. الحمد لله وشكر لله، الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على نعم الله. أسأل الله أن يسكنه في سحر الجنات، وأسأل الله أن يكون ممن جعل الله جل في علاه بدل السيئات إلى الحسنات. اللهم أمين يا رب العالمين. هذا فضل الله يؤتيه ما شاء. نسأل الله أن يسكنه في سحر الجنات، وأرجو من الجميع أن يدعو كل واحد منهم، لعل الله يرى من قلب خالص صادق. إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. والأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. رجل جاء بايع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع الهيعة فنزل إلى ساحة الوغى. في الكون جاري، أخافك ربي وأرجوك ربي، أحبك ربي. فقاتل فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وفاز كثيرا. أسأل رب أن يسكنه في سحر الجنات، أسأل رب أن يسكنه في سحر الجنات، ويعلي به الدرجات، ويكون قد بدل السيئات بحسنات. اللهم أمين يا رب العالمين. الأخ يقول في الثلث الأخير: وغدا صيام، ندعو له يعني بالرحمة، اسمه نزار. اسمه نزار. الحمد لله على الحمد لله، الله لطيف بعباده.